تشيك عليكم من مدينة الدار البيضاء. لا روت كوتيير فيغ لي بلاج ماروكان، توت لي بلاج كاينين هنايا اغوش. لا روت كوتيير كلشي هنايا بون ايطا، الارض زربية، لا بروبريتي تو. هاد ليامات هادو كلشي كيهضر على الهجرة، على الهجرة الغير الشرعية. دابا ولا المغرب هو لوندروا ايديال بور ترانزيتي فيغ لوروب، من ناحية المغرب، من ناحية الشمال بيان سيغ سبتة وليليا. ومنين كيجيو هاد الناس هادو؟ كيجيو من لارجيري، كيجيو من لارجيري، لأن مشكل ديال الصحراء سي بلو دوغ باش يجيو من الجهة الأخرى. كانت واحد الوقت لارجيري كتهزهم وكتلوحهم عندنا، ماشي بواحد العدد، اليوم ولات كتهزهم بالكاميوات بالآلاف وكتلوحهم. هما والسوريين لدرجة أنهم ولاو يستغلو حتى السعيدية، كيحطوهم في لي زودياك ولي جات سكي في السعيدية، في الشاطئ السعيدية كيلوحو السوريين تما، كيلوحو السوريين. حنا اش غادي نقول لك، حنا مشكل عندنا هنايا في المغرب، ولاو عندنا بزاف، ولاو جميع المدن واحد العدد زعما لا يحصى عدد مومبر. وكي نهضروا هكذا ما بقاش تهمونا اننا ضد الاجانب ولا كزينوفوب ولا لا، با دي تو. حنا ماشي بحال اوروبا عندنا لي مويان داكيغ ان تان نومبر، ما عندناش نفس الامكانيات بحال اوروبا باش نستقبلوا اللاجئين، لان حنا عندنا مغاربه لاجئين في بلادهم، خصهم عمل وخصهم وضعيه استقراريه، وضعيه اجتماعيه. الواقع هو هذا، حنا ما نكذبوش على راسنا، حنا مازال ما وصلناش لك مستوى بارك وتاخذ في السوسيال وتاخذ في الشوماج وتاخذ في، فهمتي؟ مازال ما وصلنا ليش، ولكن ما عندناش الطاقه باش نعيشوا شعب اخر، فهمتي؟ يلاه نتكافاو مع الشعب ديالنا، لان حنا ماشي اوروبا. وثانيا حنا مام الدول اللي لاباس عليها، دول الخليج بحال قطر والامارات والسعوديه فهمتي، ما يتحملوش الهجره. ما كاينش حتى دوله ما تقدر تحمل اللي محملاه المغرب. اوروبا براسها ما تقدرش تحمل هادشي اللي راه محملو المغرب، ولكن شكون اللي حاس بالمغرب؟ وكيطلقوا الدعايات يقول لك الاتحاد الاوروبي كيعاون المغرب باش زعما على هاد اللاجئين، وان وشي واحد ينطلق يدعي ان المغرب مخلي هاد الهجره باش يستافد من المساعدات. راه ما كاين لا مساعدات لا مولاي به. هذاك الشيء الخطر المتفشي في هذه الهجره ما كيشافيهش الفلوس، الفلوس ماشي هما اللي يحيدوا هذا المشكل. ان بنادم جاي كاميكاز، هادو المهاجرين اغلبيه كاميكاز، ما عنده غرض، عمرو حياته ما عنده ما يدير بها، فهمتي؟ يدير اي حاجه، ماشي واحد الهجره منظمه جايب فيزا ودخل وشاف البلاد وفكر شنو يدير استثمار او عنده مهنه. بنادم جايك داخل من لالجيري، اسراب بحال بحال اللي كنو داخلين. ماشي انا ماشي عنصري، جو نو سوي با راسيست با دي تو، مي كنقول لكم الحقيقه على ان هذا الشيء راه يشكل خطر على المغرب. الحل الوحيد، كاين جوج حلول، الحل الوحيد اللي هو ايجابي مزيان باش ما يبقاش تجي الهجره تمشي للمغرب والاوروبا، باش الهجره ما تبقاش تجي للمغرب واوروبا حتى اوروبا تستافد، ما تبقاش تجيها الهجره كاع نهائيا. شنو هو الحل؟ الحل هو اوروبا تخلى على سبته ومليليا. اوروبا، لان سبته ومليليا راه ماشي لاسبان، راه النيتو ولا الناتو ولا الاتحاد الاوروبي ولا كيما بغيتو تسميوها سميوها، فهمتي؟ اوروبا الا تخلات على ستوم ليليا وما بقاتش عندها الحدود ديالها تماك، ولي الافريقي يعرف باللي ولات مغرب 100%، واخا يدخل تماك ما عمرو ياخذ الوريقات ديال اللاجئ في اوروبا، كيبقى ديما في افريقيا. ديك الساعه حتى واحد ما يبقى يجي. هذا الحل الناجي، هذا هو الحل، لان
هادوك راه ماشي شي مدن كبار، راه واحد واحد سبته راكم شفتوها غير بعد واحد الجبل، جبل صغيور قريه، راه ماشي سبتهم لينا، ماشي هما الرباط ومكناس وفاس في المساحه او حتى الخبيسات، راه صغيورين، راه دي بتيت بينانسيل. ولكن الى حيدوها ولا تبعها حيد، مشات اسبانيا من تماك كما دارت في الصحراء المغربيه، في الاقاليم الجنوبيه الساحليه المغربيه، ما يبقاوش يجيو الافارقه يقول لك فين غادي نمشي، صافي راه ما بقاش تابع للاتحاد الاوروبي، ما بقاش تحت رعايه الاتحاد الاوروبي، وما كانش سوء مساعده الاتحاد الاوروبي. هذا الحل الاول. الحل الثاني شنو هو؟ الحل الثاني يحاربوا الهجره، كل دوله تحارب الهجره من بلادها، تراقب المواطنين ديالها الحدود، يكونوا مراقبين عبر الحدود، ولكن يعطيو للمغرب الامكانيات باش يستثمر داخل افريقيا، يخلق مناصب الشغل داخل افريقيا، وديجا المغرب راه دايرها بلا ما عنده امكانيات، سي بروبر مويان. دونك الى دار المغرب استثمارات، لان المغرب فيه هو ما عنده مصداقيه، دار استثمارات الافارقه، تخصيب الاراضي، خلق مناصب شغل لي مانيفاكتير اللي غادي يستوعبوا اليد العامله، انا كنظن غادي يكون الحل احسن، لان الهجره معمرة توقف، بالخصوص ان جا في الحدود واحد الدوله حدانا كتخصص لهذا الشيء نصيب اكبر من الوقت ديالها باش تهجر الافارقه للمغرب بالعدد الماكسيموم اللي لقاتو تجمعوا تدخلوا. علاش؟ لان بكري هذه السياسه ديال 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 تهجير الافارقه الى المغرب بكري دايرها والى اوروبا. اليوم كتشوف دابا ان الجيريا فاسيلمون يدخل لاوروب، لاوروب سون بابي، يقول لك البوطي، ما البوطي ما كاين لا بوطي لا والو، راه النص كيموت. لا بليبار اللي وصلوا مخلصين لا مارين، لا بليبار اللي كيوصلوا مخلصين لا مارين. هنا رحنا خارجين مدار الدار البيضاء، هذه راه بعيده على الدار البيضاء، هذا القنت هذا سي با، ولكن كلشي هذا لاميناجمون كلشي غادي يطلع هنايا عليه، غيطلع هو في كاين لي غرياج زون سبورتيف، كتشوف لي بونكارت ديال البني هنايا، هنايا زون فيلا، ها هي هادي الرمال، ها هي هادي الرمال، هادي زون فيلا، وهنايا زون سبورتيف لا بلاج، الرمال تا هي كلوب سبورتيف و لي تيران دو فوت إلى سا. باش يقول لك لا راه حرقوا بالبوطيل فرنسا يدوزو، اللي ما يتعاملش مع لا مارين كيموت، يموت في البحر، كيلقاو لي كادافر ديالهم، هنا كيدخلوا بعدد كبير، دابا فرنسا عامره بهم، كلهم يبيعوا لي سيكاغيط، وهذه سياسه ديال الدوله ديالهم، باغي تكبر اكبر كوميونيتي، ها اكبر كوميونيتي غادي تكون تماك هي لا كوميونيتي الجيريان، هذا هو هذا الهدف، باش يفوتوا لا كوميونيتي ماروكان ولا كوميونيتي ايجيبسيان تينيزيان، فهمتي، ولا فرنسا واعيه بهذه القضيه هذه، مصيبه ما قاريين ما والو، ما عندهمش مويان دو كومينيكاسيون، لا تعريب لا فرنسيه لا والو حتى شي حاجه. اذا انايا هذه غي اون بريف قلت لكم، هنا هذه هاد لا زون، هذه هاد لا غوت جديده، لا روكاد هذه ما كانتش كاينه، باقا جديده كتشوف فيها، كدير كلها لو لوند لا كوت، هنا اكوش كاينه لا كوت، دير جيست دارير هاد الطراب هذا راه كاين البحر، وهنايا راه الطريق هذه راه ولات زوينه زربيه صراحه، بحال الطرود راه كيصوبوا فيها، فيها كاتخ فوا وان فوا سبيسيال مليح. اون رياليتي هادي زون اندستريال، هادي زون اندستريال، هادي كلها زون اندستريال، ولكن جات سيغ لا كوت، هنايا التيك تيك اتلانتيك، وكاين لي طرافو مازال غاديين من هنايا، بوكو طرافو، هنا كتديك الزينة تاع ايكو، لا نوفيل فيل، المدينة الجديدة
ما بين كازابلانكا ومحمدية. هادشي كلشي نوفو، هاد لا غوت اي تو سا كلشي نوفو. يا بوكو د انفستيسمون نيفو د لانفراستركتور غوتيير. كاين ما كاين كاين استثمارات في الطريق لان هادي مهمه كتدي للمدينه الجديده، غادي ندخلو ليها شويه. بالنسبه للهجره اللي رجعنا ليها، علاش كي ديما يجيو للمغرب؟ راك تعرف المغرب المغاربه فيهم الكرم وفيهم فيهم الكرم. يلا كيقادو دابا دوفوا هنايا، هاك لافوا اللي ما خداماش كيصوبوا هاد لافوا، تولي بحال لوطوروت ان غوكاد. مكانش بور ايفيتي في الصيف لو بوشون ديال لا بلاج، حيت هادي كلها هادي كلها سواحل من كازا حتى حتى البوزنيقة. دونك الهجرة حتى المواطن مشارك فيها بيان سيغ، باش مشارك بيها بلا جينوريزيتي ديالو بالكرم ديالو. كيجيو هنايا صراحة كنتهلاو فيهم، كنوفرو لهم كلشي، مكيحسوش براسهم في الغربة، كاليين شاربين، كاين اللي كيبيتهم عندو في الدار، كاين اللي يعطيهم يسكنو، فهمتي، وبالزربة كيخدمو، لأن بجوج. وكذلك المغاربة اللي متخلاو على بعض الحرافي اللي مبقاوش باغيين يديروهم، مغربي ما بقاش باغي يخدم في البني، ما بقاش باغي يخدم في اللافاج، ما بقاش باغي يخدم بلونجور، ما بقاش باغي يخدم سيرفور، ما بقاش باغي بزاف، ما بقاش باغي يديروا شي خدامي. دونك باتركه غادي في الطريق هذه. سي نورمال جا هما لقاو هاد لامبوشير، دودان هذا خارج الدار البيضاء، دودان فيه جبل، هادشي كلشي غيتبدل هنا كتشوفو فيه، لأن المدينة هاي كطلع ليه، لا نوفال مدينة هاي هادي، شتيها؟ إيكو سيتي زيناتا إيكو هاي هادي، راه هي هادي، وهاد لوطوغوت هادي اللي دايرين هاد بليتو هاد لافوا كطلع لإيكيا، وطلع عين حرودة توسا، وهادي هي لا نوفال فيل اللي كاينة، مازال ما تسكنتش، مي ألي أون غوت. مدير البنكات ديالها فيل دو تو لي زيلون، بروجي جروب سي دي جي. دونك المغاربة خصهم يأوكيبيو جميع المهن، ما يتشرطوش، فهمتي، ان غادي ندمو بحال اللي وقع لي فرونسي، ما كانوش كيشدو شي مهن، واليوم كيتشكاو من لي زيميغري، كيقول لك لي زيميغري لي زيميغري لي اغ ام او تو لي غوسورتيسون دو لوترونجي. و لا جينيروزيتي المغاربة كيتهلاو فيهم، وحنا ما عندناش البوفوار باش ندخلو ولا شي حاجة. كاينة دولة عندنا لي زانستيتيسيون اللي خصهم يتكلفو بهذا الشيء، عندنا لي زانستيتيسيون اللي خصهم يتكلفو بهذا، لأن الهجرة اللي ما تكونش منظمة كتبقى ديما تشكل خطر على البلاد. لي كونستركسيون باقيين أونكور هنايا، أما أنا كندويت مع عدة جهات على هاد القضية ديال الهجرة وداكشي، كودي المغرب ما يقدرش يجري عليهم، نحن أفارقة، حنا ما قلنا جري عليهم، إلفو لي زونكادغي، إلفو لي سيغني، ديتيرميني، نشدوهم. فهمتي، نصوروهم نديرو لهم وثائق ديالهم اللي يكونوا معروفين بلي زومبرانت، نقدوهم نديرو لهم لي زومبرانت، ما يكونوش هكذا انونيم يدورو عندنا في البلاد، فهمتي، راه وقعوا عدة مشاكل داروهم، هناك الموت، هناك دي كريم اللي داروهم، اغتصابات، ماشي زعما ما خصناش عاود ندرقو السمش بالبندير، خصنا نكونوا شويه حازمين في هذه القضيه هذه.
والمغرب اللي ما داير لا فيزا لا والو، واش البلاد هذه ما ندير لا فيزا لا والو؟ راه موريتانيا دايره الفيزات، الصومال دايره لي فيزا، المغرب ما فهمتش انا على القضيه الفيزا ما دايره. هذه هي لا نوفيل فيل اللي هي هنايا اون فاس كتشوفوا لي بالمي، هذاك راه لا كوت، لا كوت ديال زناتا ايكو. لا هادشي طلع له مدينه جديده، مدينه نوفيل فيل، تشوفوا الانفراستركتور روتير كيوجدوا فيها. انت شوف هذه الهبطه، الهبطه ديال لا بلاج، وهذه هنا لا زون فين كاينين لي كونستركسيون، داكشي هنا فين تكون كلشي. هادشي كيتبدل، كتشوفوا لي كونستركسيون اونكور، ها هي الكروات طالعه. دونك 2 ans 3 ans هاد الدنيا كلها غادي تبدل، وديجا لو شونجمون ا كومونسي. هنا كانت غير زون ديزيرت، مع المغرب راه غادي قدام مزيان تري تري بيان. هنا يطلعوا لي غاتسيال هنايا، لي زيماب ناطحات السحاب. النظافه موجوده، لسباس فير مقابينو كتشوفوها، ماتو بيرسونيل خدام، امانو شتي الدنيا نقيه. ميم سي سي لوان دو كازابلانكا، سي بحال راك في شي فيلاج، مي هي بوكو دونتروتيان، شوف توت بروب. كاين بلاصه ديال لي باركين ديال لي فواتور، كاين بارتو، كاين لسباس، كاين كلشي. فوالا هاد بروميير بارتي راني كملتها. دونك المواطن يكون واعي، يكون حاضي، يبلغ فين ما بانوا ليه كاينين، يبلغ عليهم، خصهم يتراقبوا باش ما نوصلوش للفيلات الامني. الجزائر هاد الدولة انا سميها بسميتها باسكو نمشي معاها ديريكتومون، ما نحاولش نمشي كيما حنا، ما نقولوش ديك الدولة اللي ما كيقدرش هما يقولوا سمية المغرب. المهم راها كتزفت، المهم راها كتزفت، كتدخل لينا من هبه ودب، وكتجمعهم بالالاف باش ديرنا في ازمه كما كدير لا فرنسا والاسبان. طالقه اللعب، طالقاهم. القانون، القانون اللي خاصو يكون هي المغرب عنده الحق يرفولي، اللي ما عجبوش يرفولي، ها اكسبيسيون. اوروبا حتى هي راه بدات في لي زيكسبيسيون، هي والاسبان ولا لا فرنسا والاسبان والايطالي، دايرينهم الشونتاج بي سي ار، ما يقدروش يركبوه القانون ديال بي سي ار، هي ما كيبغوش يديروه باش ما يرجعوش، ولكن سافا با ديغي لونتون. هنا كذلك كاين البحر هنايا، ها هنايا، هادي كلها لاكوت هادي. فوالا، تبارك الله عليكم. إلا بغات أوروبا تفك من الهجرة، والمغرب تا هو يتفك منها، سبتهم ليليا ياخذوا قلاعهم ويخرجوا منها، صافي. كي ما تبقاش بوان أوروبيان، حتى واحد ما يبقى يجي من إفريقيا، حتى واحد كيجي غيضرب تمارة بوريان ديتو، غيبقى ديما في إفريقيا. تبارك الله عليكم.